أهلا بكم. تحمل العيطة أو فن العيطة الكثير من الأبعاد والدلالات، سواء باعتبارها موروثا تاريخيا وثقافيا، أو باعتبارها منتوجا إبداعيا متكاملا له العديد من الأبعاد. عيطة مول البرغي والسناح، يعني السناح يعني ترجمة، هي كلمة بالدارجة وتعني الأسلحة، لها العديد من الأبعاد. يمكن اختصارها في 4 أبعاد: البعد السياسي، وهو قيام المولى الحسن الأول الذي عاش ما بين 1873 1894، فترة يعني الهجمات الإمبريالية على المغرب، وهذه يعني كان يقوم بالعديد من الحركات، يعني خرجات رفقة الجيش والقبائل. ومن طبيعة الحال تغنت العديد من العيوط أو الأغاني الشعبية بالسلطان الحسن الأول. ثم هذه يعني هذه الأغنية مول البرغي والسناح تحمل بعدا اجتماعيا بمشاركة القبائل وتعاضد القبائل مع السلطان على يعني رد القبائل المتمردة، ثم بعد نفسي وهو تقوية الشعور الوطني تجاه السلطان وتجاه ما يحاك حول المغرب في هذه الفترة، ثم بعد ترفيهي يعني الترويح عن النفس. ما سنحاول في هذا الفيديو تبيانه وتوضيحه بشكل كبير هو يعني هذه العلاقة ما بين العيطة وأبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية. ابقوا معنا. عيطة شكون دايز في المراح، والتي سأتحدث عنها في هذه الحلقة المختصرة، هي لاصقة بالسلطان العلوي المولى الحسن الأول، والذي حكم المغرب ما بين 1873 إلى سنة 1894، وأن عرشه كان على صهوة جواده كما يقال، وذلك بسبب كثرة تنقلاته وحركاته السلطانية من أجل إخضاع القبائل المتمردة على سلطة المخزن. في هذا الإطار جاءت هذه العيطة التي توثق لخروج السلطان في إحدى حركاته. تقول العيطة: شكون دايز في المراح، أي فناء القصر، مول البرغي والسناح، مول الحسن ما يفرطش فيا، كريمة الظل عليا. والكريمة هنا يعني كريمة هي تصغير لكلمة كرمة، وهي شجرة التين، هي غادية وشريفية، أي أنها حركة شريفة علوية سوف تنطلق بعد قليل، الله يعز المغاربة. ثم بعد هذا يأتي المقطع الثاني: على نفس الوزن، نهار الحركة في الصباح، شرج عودو مرتاح، مول حسن قاع مساهم ليا، لمضمة حاسكة كمونية، والمقصود بها مضمة الحصان الذي يركبه السلطان، هي غادية وشريفية، الله يعز المغاربة. إن الحركات السلطانية التي كانت تنطلق من أمام القصر ويشارك فيها الجيش النظامي والكثير من فرسان القبائل الموالية لسلطة المخزن، لهذا نجد في هذه العيطة إشارة إلى فرسان كل قبيلة على حدة وكيف يصطفون أمام السلطان قبل أن ينطلقوا، وهكذا كانت تتم المنادات على كل قبيلة مشاركة على حدة: أروا الخيل، تعالى تعالى، وبايبا، معناه أن عدد الفرسان في تزايد كبير وأن عددهم كبير جدا. ويحسن عوانك سيدي، يعني على السلطان، ليس من السهل أن يقود كل هؤلاء الفرسان، ها هما حضروا والعلامة اليوم. لكن رغم هذا العدد الكبير، فالمولى الحسن الأول كسلطان متحكم في زمام الأمور، سيدي شد الجامو، فراجي هز العلم، أي أحد الجندي المكلفين بحمل العلم المغربي، العسكر عاطي السلام، قل له زيدوا قل له زيدوا، أي يأمرهم كل قبيلة أن يتقدم فرسانها أمام السلطان. فعل أمر قل ينطق بتفخيم حرف القاف، وهكذا تتم الإشارة في الغناء إلى فرسان كل قبيلة على حدة، قل لهم يزيدوا، راه الخيل مشات، خيل الشاوية مشات الملوية، خيل بني مدكور
رافدة الشرشور، وهو الشرشور يعني نوع من المدفعية والسلاح الثقيل يقذف به عدد كبير من يعني أو يحمل عددا كبيرا من الرصاص والقنابل. خيل الأطفرج جاية الدرج، خيل عبدة جاية هذا. وهكذا تتم الإشادة في الغناء، بكل قبيلة سيشارك فرسانها في إخضاع قبائل السيبة أو القبائل المتمردة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.